رح نروح لعالم الطفولة زينب أكيد، ونتعرف على مشاكل أو الفرق بين مشاكل النطق ومشاكل التخاطب، ومتى يحتاج الطفل لجلسة نطق ومتى يحتاج لجلسة تواصل لفظي. أكيد غير هاي الأمور وغيرها من الأمور رح نتعرف عليها مع ميسم الحصرية، اختصاصية اجتماعية ونفسية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما ميسم عم نحكي معك عن مشاكل كتير شائعة هلأ بمجتمعنا، أهم مشكلة النطق. يعني عم لاقي أولاد كتير بأعمار صارت فوق 2 و3 سنين ما عندهم مشاكل بالنطق. صحيح. وتشتت الانتباه، فرط النشاط، وكتير من القصص. خلينا نبدأ أول شيء بمشاكل النطق. كتير نحن بيكون متوارد حاليا انه انا بدي جلسات نطق لابني. هلا كتير في فرق، وكتير مهم نعرف الفرق، انه نحن في شيء اسمه نطق، في شيء اسمه تخاطب. لما بتكون المشكلة متعلقة بالتواصل، لما بتكون المشكلة مثل ما تفضلتي متعلقة بفرط النشاط، بنقص الانتباه، بالتركيز الى اخره، ممكن نلجأ لجلسات اسمها جلسات تواصل لفظي. اما لما بتكون المشكلة هي مشكلة عضوية مثل تأخر اللهات، تقدم الفك، ضيق اللهات العام، ترجح الحبال الصوتية، هون بصير بدنا شغل مختلف، اللي هو شغل عضوي او شغل فيزيائي، اللي هي اسمها تحديدا جلسات النطق. نعم. فنحن كتير في فرق لما بنكون عم نشتغل بشيء فيزيائي او شيء تدريبي او تأهيلي او تأهيل سمعي كلامي بدون وسيط، بنكون نحن عم نشتغل تواصل. فمشاكل النطق مثل ما ذكرتي حضرتك كتير صاير فيها التباس، يعني اي حدا ابنه مثلا ما بيحكي، تأخر بالحكي، اي اهل مثلا بيحسوا انه ابنهم عنده مشكلة بالتأتأة، اللجلجة، التلعثم، بيجي بيقول لك انه ابني عنده مشكلة نطق. من خلالكم انا كنت بس حابة ضوي عن هاي الفكرة، انه كتير في فرق بين انه ابني بحاجة جلسة نطق او ابني بحاجة جلسة تخاطب. كتير في فرق. النطق معناتها نحن بدنا ندخل وسيط فيزيائي، او بده يكون في تدخل لوسيط لتصير عملية العلاج. اما لما بنكون عم نشتغل على جلسة التواصل اللي هي لنقص التركيز والانتباه، التوحد الى اخره، فنحن بنكون عم نشتغل جلسات تواصل لفظي اللي هي بتحتاج تدريب وتأهيل فقط. نعم. يمكن هذا الموضوع خلينا نقول الاهل احيانا بيصير عندهم لغط فيه، لانه ما كل الاهل عندهم خبرة أو بيعرفوا ابنهم شو اللي صاير معه. فهذا الشيء يمكن اختصاصكم أنتوا توضحوا لهم أنه هو لا، هو مو نطق، هو بده جلسة خلينا نقول تخاطب أو لفظ. نعم. قديش مهم أيضا نحن نهيئ الأهل ونفهم الأهل هذا الشيء، ونبلش مع الطفل شو بده شوي شوي. تماما، هو طبعا كتير كتير مهم. نحن على طول بنلجأ سواء بمركز ملائكة الجنة بدمشق أو بمركز بيسان بالقامشلي بتعدد أو بتفرعاته، على طول بنركز على ورشات توعية بهذا الموضوع. إنه أنا وقت اللي بتجي لعندي كأم وبتقولي لي إنه أنا ابني عم بيعاني من مشكلة نطق وبتطلبي مني جلسات، فما فيني انا اعمل هي الجلسات بشكل عشوائي. كتير بدها تكون الجلسات مدروسة، يعني بمجرد بيكون طفل عم يتعالج او عم بيروح على مركز او حتى عم بيروح لعند اختصاصي، بنلاحظ انه الاهل كتير بيركزوا على نقطة انه انا ابني بدي اياه ياخذ اكبر عدد من الجلسات. هذا اكبر عدد من الجلسات ممكن هو يرجع له بشكل سلبي. صحيح. يعني انا مثلا ابني حسيت انه هلا لازم ياخذ عدد جلسات كبير، هذا الشيء بيتحدد بناء على مقاييس معينه. هي المقاييس بتقلنا انه هلا فينا نبلش معه جلسات. لانه لما يكون الطفل بحاله التهيئه ويجي بده يحكي ونحن نحاول انه نعطيه اكبر من استطاعته، رح يحس بالفشل، رح يحس هون انه هو ما عاد عنده هي الاستطاعة، فممكن انه يرجع، او يمكن وقت يحس بالفشل يحس انه انا وقفت هون، ما عاد فيني، ما عاد يعني يصير عنا صعوبة بانه نحن نرجع نخليه يحاول. نفس الشيء الجلسات القليلة، يعني لما بيكون مثلا كخطة علاج الطفل عنده 13 جلسة هذا الشهر وانا عطيته منهم 3 جلسات، معناته انا عم وقف بطريق معين، انه انا مثلا لازم حفز عنده مصادر الطاقة، انا لازم اشتغل معه على تواصل صح، انا لازم اشتغل معه بوضع اجتماعي معين، بلعبة معينة، معناتها انا قللت.
فمثل ما ذكرتي ومثل ما ضويتي مشكورة، طبعا كتير بدها تكون مدروسة القصة. جلسات النطق مانا عشوائية، ما بتنحط بشكل عشوائي، كتير بدها تفهم من الأهل. يعني لما يجي أخصائي ويقول للأم إنه أنا بتمنى يكونوا مثلا 10 جلسات هذا الشهر، تأكدي تماما إنه هو ما عم بيقلك هيك لأنه هو منتقص من حالة طفلك، لا، بس لأنه هو شايف هي الاستطاعة اللي عنده، ما تماما بده أكثر. يضغط عليه أكثر من هيك. طيب خلينا، بما أنه فتنا بأنه حرقة قلب الأم، وخاصة كتير يعني عم نشوف هاي المشاكل شائعة كتير بالمجتمع، عم نسمع عنها، يعني الأم بتكون محروقة بس بدها ابنها يحكي أو بدها ابنها يتواصل أو يخاطبها أو يكون صح. ما عنده مشاكل مثلا، مع أنه في يعني هي المشكلة إلى أبعاد تانية، إلى مشاكل أنتوا بتحددوها. الخطة العلاجية اللي بتحطوها أنتوا على أي أساس؟ هل هي فعلا نافذة خلينا نقول مع الطفل؟ عم تلاقي صدى عند الأهل؟ كيف عم يتم التعامل حتى تنسقوا هاي؟ وفي يعني أمل بأنه الطفل يرجع يتواصل، يتخاطب، بيحكي الجمل اللي لازم كان يحكيها؟ تماما. هلا خلينا نكون نحن عم نحكي بشكل شامل. المقاييس هي مقاييس محددة ومعروفة تماما. بيتم اول شيء التشخيص، تشخيص الجهاز الكلامي اللي هي الرئة، اللي هن مثلا الاحبال الصوتية، اللهات، الفم، اللسان، الاسنان، الانف. نحن بنعمل هذا الفحص الكامل للجهاز الكلامي. اذا ما كان عندنا مشكلة بالجهاز الكلامي، معناتها نحن بدنا ننتقل للمقاييس التربوية او المقاييس النفسية اللي بنشتغلها عند الطفل. نعم. طبعا مو بس الاطفال اللي بيعانوا، يعني نحن مثلا السنة الماضية او يمكن بالاشهر الماضية كان عندنا علاج لشاب عمره 27 سنة، حاليا هو استاذ انجليزي، بوجه له تحية اكيد. يعني المشاكل ما عم بتكون فقط عند اطفال، عم عند بتكون كبار. احيانا عند كبار، اللي هي مثلا مثل مشكلة التأتأة الشائعة او التلعثم، او احيانا بيكون نحن بنقلها نقص مصادر الطاقة اللي هو ما بيكون بيقدر يحكي. فهو عم بي تقريبا عم نقول انه عم بيوقف مستقبله عند مكان معين. فلما نحن نشتغل هذا الشغل معه بيكون المقياس صح، بنكون قادرين انه نحط خطة علاج صح. كتير بيجوا بيقولوا لي انه حطي لي توقيت لخطة العلاج، يعني انا ابني بده ياخذ كم جلسة، انا ابني بده ياخذ مثلا أو كم شهر بيصير طبيعي. تمام. هذا الشيء تماما مثل ما ذكرتي حضرتك، اللي انا ما فيني بكل الاوقات حدده، لانه انا ما رح اعرف الاستجابة كيف رح تكون. ممكن انتقل من مرحلة لمرحلة كتير بسرعة، وممكن صحيح. طول شوي. صحيح. فلما بنكون عم نشتغل على أسس نفسية أو بنكون عم نشتغل على جلسات فيزيائية، كتير بيكون الوقت هو مو بإيدنا، لأن نحن عم نشتغل على جهاز بيولوجي، عم نشتغل على جهاز فيزيولوجي، أحيانا عم بيكون مدمج، أحيانا عم بيكون نحن عم نشتغل بتأخر اللهات، فالطفل كونه اعتاد، أو الشاب أو الشخص كونه اعتاد على أنه هو ياخذ الهواء من تمه، فبيكون بدنا عملية تدريب لنعلمه أنه أنت لازم تاخذ الهواء من أنفك. فمنلاحظ أنه كتير منشتغل على هذا الأساس والوقت ما بيكون محسوب، ولكن الخطة بتكون مدروسة من جهة بنودة. يعني أنا بدي أشتغل أول شيء على تقوية نعم. مصادر الطاقة، بعدين بدي أنتقل للعلاج الفيزيائي، بعدين ممكن حط جلسات أهله لنطق أحرف معينة دون أخرى، أجل أحرف على حساب أحرف، هيك بتكون الخطة موضوعة. أما كتوقيت يعني بتكون نوعا ما صعبة القصة، كونه عم تشتغل على شيء نوعا ما حساس بده وقته، بدنا نعطيه كل شغلة وقته حتى ما ناخد من شيء تاني. نعم صحيح، لازم يكون ايضا في تنسيق بين الاهل وبين الكادر اللي هو عم يأهل، وخاصه في اهالي بيجوا بيقولوا لك انه ابني بده 10 جلسات، يعني هم بقرروا مثل انه ابني لازم ياخذ الدواء الفلاني. قديش مهم ايضا انه لا، في شيء اسمه مراحل بنمر نحن فيها، وهالمراحل بدها تاخذ حقها وحدها. قديش كمان مهم انه تكون المراحل ايضا مطلع عليها الام الاب ان وجد، يعني وما يفرضوا هن شيء، يمكن بيعرفوا ابنهم ولكن الحالة ما بيعرفوا يشخصوها للطفل. صح. نحن لجأنا بالنسبة لهذا الموضوع لشيء اسمه جلسات فردية تكون بين الطفل والأم والمدربة. ممتاز. تكون كل يوم سبت، انه نحن كل ما حطينا خطة جديدة للطفل بندعي والدة الطفل او والد الطفل او المشرف على علاج الطفل بالبيت انه هو يجي يتابع هي الجلسة معنا. هذا الشيء كتير بيساعدنا إلنا كاختصاصيين، لانه الام بتصير بتساعدنا بالبيت، بتعرف انه في نقط حمراء لازم صحيح. نوقف عندها، بتعرف انه انا لازم استجيب ل
طفلي بهذا المكان، بتعرف انه انا بمكان او باخر لازم اذا طفلي استخدم معي لغة الاشارة اني انا انتبه من هاي القصة، ما استجيب عطول للغة الاشارة. فعطول عم نشتغل على انه نحن كل يوم سبت تحضر الام البرنامج العلاجي لابنها تماماً. حتى تكون هي قادرة انه تساعدنا بهذا الموضوع. نصائح أخيرة بتحبي توجهيها لكل مين عم يسمعنا وعنده أولاد هلا وخايف من بعض المشاكل كمان؟ أول شيء خليني أنا أوجه من هون دعوة من مركز ملائكة الجنة بجرمانة. نعم. نحن عم نستقبل كل أنواع التشخيص، النطق، التخاطب، التوحد، صعوبات التعلم بشكل مجاني تماما. عم بيكون في عنا أيضا جلسات مجانية للحالات اللي نحن بنقدر نغطيها. نعم. بنصح أي أب، أي أم، أي حدا موجود بالمجتمع، ما في مشكلة بالنطاق النفسي والاجتماعي ما في له حل، كل المشاكل في إلى حلول. نعم. أوعى يعني نخجل من مشكلة طفلنا لأنه بنكون نحن اللي عم نفاقم المشكلة، خلينا نكون شوي آخذينها بشكل طبيعي، كلنا عنا مشاكل. نعم. وفي خوف زيادة كمان ميسم، وخاصة عند الأهل من أنه ابنه مثلا والمجتمع ما حكى ابنك هاي الجملة، في جمل معينة لازم يحكيها، تأخر صحيح. بالحكي، ظروف الكورونا يمكن عم يقعدوا بالبيت الأولاد مثلا، قعدوا فترة ما طلعوا ما تواصلوا مع المجتمع الخارجي، فهذا كله أثر، فهذا خوف يعني كمان على الأهل. أتوقع قديش هو أثر علينا نحن. ايه أول ما طلعنا بعد فترة معينة من الحجر طلعنا أنه عن جد صرنا نحس بقيمة الشجر، بقيمة الشارع، بقيمة الأشخاص اللي بتمشي. فنفس الشيء الطفل، فنحن بدنا نشتغل على هذا الأساس، يعني نشتغل إنه أي شيء جديد بحياة طفلك أنت هو من حقه إنه ما يعرفه، أنت من حقك إنه تشرح له، لأنه البيئة سابقا وخاصة الاجتماعية مختلفة عن البيئة حاليا. أنا كتير بتذكر نحن وصغار نلعب مع أولاد الجيران، مع أولاد عمتنا، أولاد خالتنا، صحيح. عطول في تخالط. هلأ شوي البيوت صارت اسمنت أكتر، صغيرة أكتر، يمكن أكتر شيء فينا نتعرف فيه على البيئة الخارجية فيها هي الشاشة، تلفزيون، موبايل. فنحن شوي هيك انغلقنا، ابتعدنا او انغلقنا تماما عن المحيط الطبيعي او البيئة الطبيعية اللي نحن كتير بحاجتها لنتعلم كل شيء. يمكن ذكرتي ميسم ونوهتي انه في دورات مجانية، يعني لا حدا يتردد بانه يجيب طفله، وفي كتير احيانا مشكلة نحن منعاني منها بمجتمعنا، خلينا نقولها معلش بكل شفافية، هي الخجل يلي بيصيب الاهالي انه انا ابني ما فيه شيء. لا، كلنا فينا شيء احيانا ومنعاني من شغلات، يعني يا ريت في شوية جرأة لطرح اي مشكلة نفسية، وما حدا ما بيعاني من ازمات حتى نفسية سواء كان طفل ولا كبير، هذا الموضوع عادي. قد ايه مهم يكون في جرأة عند الأم إنه تصطحب ابنها وتشوف شو مشكلته، يعني إذا شافت شو مشكلته لقيت الحل أحسن ما يضل مخبى بإطار المشكلة. تماماً، فيني اعتبر إنه أول خطوة للعلاج للمشكلة شو من كان نوع المشكلة هي انه نحن نعترف بمشكلتنا او بمشكله ابننا. صحيح. انا بقول انه حتى الطفل الطبيعي بيقولوا لي قديش ممكن طفل التوحد، صعوبات التعلم، نقص صح. الاكتساب، النطق والتخاطب، لاي درجه ممكن يكون طبيعي؟ بقول لهم لدرجه 90%، لانه حتى الطفل الطبيعي ما عم يقدر يوصل لها بالوقت الحالي. نحن انحرمنا مثل ما ذكرتي من بيئه طبيعيه، نحن انحرمنا من كل شيء بهذا التوقيت. 100%. كثير طبيعي انه كلنا عندنا مشاكل. أنا مثلا أنا بكل وضوح بقول أنا بنتي عندها مشكلة، حتى وقت بروح على مدرستها أنا بنتي عندها مشكلة وعم نعالج هاي المشكلة، مو غلط أنا ابني كان يعاني من مشكلة وحاليا هو بالمدرسة. نحن هذا الجيل بغض النظر عن المشاكل أو فينا نقول الحرمان الاجتماعي أو البيئي اللي صار عنا، صار في عنا شيء بيولوجي اللي هي الشيء المتعلق بالجو، يعني فينا نقول بالبيئة الحاضنة للرحم مثلا او للحمل، انه نحن في عنا مشكلة اساسية نحن عم نتعرض لها، فمو عيب انه يطلع عنا مشكلة بابننا او ما عيب انه ابننا يكون عم بيعاني من وضع نفسي معين. بالعكس انا هذا الشيء كتير بكون فخورة فيه لاني انا قادرة اني ضوي على هي المشكلة عند ابني وعالجها.
رح اخجل بالايام اذا كان ابني شاب كبير ما قدرت اعالجه وما قدرت اعمل له شيء، رح كون انا حدا كثير معطاء وام كثير عم تشتغل صح اذا كنت انا ضويت على المشكله وعالجتها. وعالجتيها صحيح. ميسام يعني كثير من النصائح والمعلومات الهامه والتوعويه اعطيتينا اياها لليوم، نحن بنتشكرك اكيد وبنتمنى السلامه هيك ومستقبل احسن وايام احسن لكل الاولاد يا رب. شكرا لوجودك معنا. اكيد شكرا كثير لكم وانتم على طول بتضوي على مواضيع بتفيد الكل اكيد. شكرا كثير واجب علينا وشكرا كثير لك وان شاء الله يا رب نشوفكم هيك بدورات اخرى وبمواضيع ثانيه. شكرا.